يتناول الإنسان العديد من الأطعمة والمشروبات المتنوعة من أجل البقاء، وبالرغم من ضرورة الأكل والشرب إلا أن وجود حاسة التذوق يجعل من هذه الضرورة أمراً ممتعاً. إن المسؤول عن حاسة التذوق لدى الإنسان هو اللسان الذي يقع ضمن تجويف الفم، وهو عبارة عن كتلة عضلية في الفم مثبتة من الخلف، بينما يكون ثلثها الأمامي حراً. للسان وظائف عدة، حيث يسهم من خلال حركته داخل الفم في مضغ الطعام ومن ثم دفعه باتجاه البلعوم بعملية تسمى البلع، كما أن له دوراً مهماً في النطق والتكلم. إن القدرة على تذوق المواد المختلفة والتعرف على خصائصها يعود إلى عضو حاسة التذوق، ألا وهو اللسان. للسطح العلوي للسان بروزات صغيرة تسمى بالحليمات، وتأخذ أشكالاً عدة، وهي كأسية، تويجية، كمائية، والتي تمتاز باحتوائها على براعم ذوقية مما يجعلها حساسة للأطعمة المختلفة. وهناك نوع رابع من الحليمات، هي الحليمات الخيطية، والتي لها دور لمسي فقط لخلوها من البراعم الذوقية. أما السطح السفلي للسان فلا يحوي حليمات ذوقية، لذا لا يمكننا الإحساس بالطعم من خلاله. يستطيع لسان الإنسان من خلال البراعم الذوقية الإحساس بأربعة أنواع من الطعوم، وهي المر، المالح، الحلو، والحامض، وأن التعرف عليها وإدراك وجودها سهل بفضل براعم التذوق، ولا يكون للمادة طعم إلا إذا تمتعت بعدة شروط. أولها أن تكون قابلة للإنحلال باللعاب، وأن يصل تركيزها إلى درجة معينة قادرة على تنبيه البراعم الذوقية. يحوي البرعم الذوقي خلايا حسية، في طرف كل منها هدب حساس تخرج الأهداب من فتحة تسمى بالسم. تنحل المادة ذات الطعم في اللعاب فتنبه أهداب الخلايا الحسية، فيؤدي ذلك إلى تشكيل سيالة عصبية تنتقل عبر ألياف الأعصاب الذوقية إلى باحة التذوق في الفص الصدغي للمخ، فيحدث إحساس التذوق. الإحساس بمذاق الطعم إحساس مركب لا يعتمد على حاسة التذوق فقط، فهو خليط من إحساسنا بالرائحة وبملمس الطعام ودرجة حرارته وغيرها. وقد وجد أن تناول الطعام الشهي يسهل عملية الهضم من خلال زيادته لإفراز العصارات الهاضمة. تتأثر حاسة التذوق بكثير من العوامل، ولكي نحافظ على سلامة اللسان والبراعم الذوقية ينبغي علينا اتباع مجموعة من النصائح، أهمها العناية بنظافة اللسان تماما، كما نحافظ على نظافة الأسنان، وذلك باستخدام غسولات فموية خاصة وفرشاة خاصة باللسان. عدم الإكثار من تناول التوابل والبهارات تعزز المواد السكرية من تكاثر البكتيريا الضارة، مما يؤدي إلى ترسب مادة بيضاء على سطح اللسان. لذلك ينصح بتقليل المواد السكرية للحصول على لسان صحي ونظيف. الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية. وأخيرا ينبغي شرب الماء بكميات كافية كي يبقى اللسان رطبا منعا لصدور روائح كريهة.